الصلاة أكثر شيء على الصلاة، يعني أحثهم على الصلاة. أقول له شيخ، يقول إحنا بوك الجهاد. أقول له ما يجوز يا شيخ، أحيانا نحث ما نحث على الصلاة. يا شيخ اتق الله قوم صلوا، يقول إحنا بوك الجهاد. ولسه برمضان، برمضان يعني أحيانا يفتون لحالهم إنه جائز تفطر، يفتي الحال، صار يفتون الحال، يعني كل من صار يفتي الحال. يا شيخ ما يجوز الصلاة الصيام، لا هو يفتي الحال خلاص. أنت بس يعني اليوم يعني يطبقون الدين بس على العوام، على على أنفسهم ما يطبقون الدين خالص. هذول يحبون الماء، لسه موجودين معهم، هذول يحبون الماء يعني لسه. وكل فكرهم انه على حق، وهم وبضمنهم يعرفون انهم على حق، بس مشان المال ظالم، لانه اكثريتهم يقبضون القديمين، يقبضون يعني رواتب عاليه، وصاروا يعمرون سيارات. واحد بالدوله الاسلاميه شيء يريد يسوي يسوي. ديروا بالكم يا اخوان تلتحقون بهالدوله، يعني مي اسلامي ولا تعرف الاسلام خالص، بس بالاسم هذه.